الحقيقة في ترند الواحد او الناس اللي شغاله في الاي تي ممكن تبتدي تلاحظه. الناس البايونيرز قوي في السوفت وير او كده الرموز يعني ستيف جوبز والناس الكبيره تلاقي دايما في البايو بتاعتهم بتلاقي عندهم دايما اكسبيرينس كده وهم في التشايلد هود اتعلموا بروجرامينج يعني ات سام سيرتن بوينت كده كان في بروجرامينج اديوكيشن طبعا مش سيستماتيك بس حد اتعلم بيزك حد كبير شويه اتعلم فورتران لغه بروجرامينج قديمه كوبول مش عارف الحاجات دي اتس ا باترن اتس ا باترن اغلب الناس المتفوقه في المجال ده بيكون عندهم previous history من education او practice في الحته دي. محمد ابو تريكه لعيب الكوره لو كان دخل مدرسه الكوره في الاهلي او في اي نادي بعد ما خلص ثانويه عامه كان مستحيل يبقى محمد ابو تريكه بتاع دلوقتي. وانا اسمع لعيب كوره دخل ابتدى الكارير بتاعه في الكوره بعد ما خلص ثانويه عامه ما صليتش ولا السباحه ولا اي رياضه. ليه الكلام ده؟ لان يو نيد ان هو يبيلد لياقه معينه ما ينفعش يبتديها غير في سن صغير. Okay. نفس الكلام ده بالنسبه للبروجرامينج. نفس الكلام ده بالنسبه لكتير من الكمبيوتر ساينسز. توبكس كتير في الكمبيوتر ساينس تعتمد على اللوجيكال ريزوننج وبتعتمد على لياقه ذهنيه جامده جدا. تحتاج ان هو يبنيها في سن صغير. فاحنا بالظبط دلوقتي لما بنيجي نقول ان احنا الناس اللي بتيجي براكتس بروجرامنج زي بالظبط محمد ابو تريكه او اي لعيب كوره لما يخش مدرسه الكوره وهو عنده 17 او 18 سنه احنا برضو بنتعلمها في الجامعه. عشان كده احنا كان في ابروتش احنا ابتديناه في الفاد اللي هي الان جي او اللي شغالين مني في القصه دي حوالي 6 سنين ابتدينا البراكتس ده ان احنا هاو تو ادوكيت التشيلدرن من اول 7 years old programming. طبعا it was a challenge عنيف جدا programming انا لغايه سنه ثالثه كليه كنت متعقد منه فلما كنت بتصور ان انا محتاج ان الحاجه اللي انا اتعقدت منها وانا عندي 17 18 سنه دي محتاج اوصلها لواحد عنده 7 سنين it was a huge challenge. طيب فاين ابتدينا التجربه وعملنا سامبل على 20 ستودنت كانت حاجه كويسه حاجه كويسه ولقينا ان في تقبل كويس من الاولاد طبعا كانت مفاجأة هوفر يعني كملنا بعد كده و extended الـ education بتاعنا عملنا several levels لقينا ظاهرة كمان أغرب ولد عنده 7 سنين في نتفوق على ولد عنده 14 سنة الـ age ما بقاش هو المين فاكتور دلوقتي في mental capabilities عند الأولاد هي اللي بتحكم أكتر على المهارة بتاعته مع الوقت دخلنا اليو اي او الاولمبيكس اوف انفورماتكس اللي هي بتتعمل في مصر وخدنا برونز ميدل هي المركز الثالث ومع الوقت ابتدينا نعمل سيلبس اكبر وعملنا ديل مع الاي دي او الشركه اللي بتنتج السوفت وير اللي الاولاد بيتعلموا عليه هو سوفت وير تعليمي مينلي لغه برمجه تعليميه هم كان عندهم مشكله ما عندهمش سيلبس ظريف فخدوا مننا السيلبس بتاعنا عملوا لي ريفيو قالوا دي حاجه كويسه جدا عايزين ناخد السيلبس ده ندرسه عندنا في مدارس في كاليفورنيا. فاين عملنا الديل وير فيري هابي ان هو السيلبس اللي احنا عملناه بيدرس في امريكا وبندل مع السوفت وير اللي هو اللي عاملاه الشركه الامريكيه دي. طيب هل اي واحد عايز يشتغل في الاي تي لازم ياخد بروجرامينج من تشايلد هود؟ يعني كل الناس اللي دخلت كمبيوتر ساينس دي وهي كبيره خلاص محكوم عليها بالفناء؟ ديفنتلي لا. عايزين نقول في الاسبيكتس بتاعت الاي تي اندستري من وجهه نظري ثلاثه، يعني ثلاث انواع. عندنا المنتشر دلوقتي في اغلب الشركات في مصر المالتي ناشونال وغيره السوفت وير اللي هو سوفت وير سيرفيسز الامبلمنتيشنز بتاعت مثلا الاي ار بيز او كل الحاجات اللي بتتعمل اوتوميشن بتاعت شركات او اورجنايزيشنز كبيره. بتحتاج سكيلز بتحتاج كابابيلتيز عاليه مش موجوده برضو قليله بس يعني موجوده في مصر. حاجة تانية اللي هي كانت الحكومات قبل كده عماله تنفست فيها جامد اللي هو بقى بروجرام بتاع سوبر ماركت بتاع صيدليه مش عارف ايه الحاجات اللي هي الفيجوال بيزك الحاجات فيري سمبل دي تتعمل باكسس تتعمل باكسل تتعمل باي حاجه فيري سمبل. الحاجه الثالثه اللي احنا كومبليتلي فار منها تماما وي هاف نيفر
يعني introduced any type of technology مصر, even not contributed in any type of technology. عمرنا ما ساهمنا في اي تكنولوجي, في الاندستريال تكنولوجي. ما سمعناش ان احنا في ايجيبشن اوبريتنج سيستم, ايجيبشن دي بي ام اس, حاجه بقت كوميرشال. ما سمعناش ان في حاجه زي الويندوز احنا عملناها, ايفن ما عملناش جيم كوميرشال جامد. عايز اقول لكم ان الصناعه بتاعت الجيمز من اكبر الصناعات الموجوده في العالم. هاويفر الجيم بروجرامنج ده من فيري سوفيستيكيتد توبكس كمبيوتر ساينس. هنا بقى الشايلدهود اديوكيشن اللي بيفرق. هنا بالذات محتاج منتال كابابيليتيز بتاعت واحد من وهو صغير بيبراكتس البروجرامنج, بيبراكتس كمبيوتر ساينس من وهو صغير. عمرك ما هتيجي تجيب محمد ابو تريكه اللي ابتدى من هو عنده 6 7 سنين في مدرسه الكوره وتحطه مع واحد لسه داخل بعد ثانويه عامه. هل ممكن مهما التاني ده بذل مجهود وعمل اللي ما يتعملش, هل ممكن هو يعني يوصل له؟ في حاجه اسمها الفارم لو اللي هو ستيفن كوفي قال عليها. في حاجات ما ينفعش لما تضغطها في الوقت فتزود الاوتبوت بتاعها. في حاجات محتاجه وقت زي الفارم, زي ما تحط ميه هتبتدي مع الوقت, مش هتزود ميه هتطلع اسرع. حاجات محتاجه الفارم لو, ودي البيريود اللي بيحصل فيها الاديوكيشن والمنتال كابابيلتيز بتاعت الاولاد الصغيرين وهم صغيرين خالص, واللي توتالي لوست عندنا في الاديوكيشن. طبعا قريبي ده خلاص كده طبعا يعني ما عندوش ادنى امل ان هو يخش اي كليه براكتيكال, غالبا هيخش يعني كليه اداب او حاجه. وزيه كتير اللي خدوا النوع ده من الاديوكيشن وحسوا ان هو مش فاهم اي حاجه ومش عايز يفهم, وبالتالي الموضوع ده بالنسبه له ما بقاش ليه اي لازمه. لو احنا عايزين نكونتريبيوت في التكنولوجي, لو احنا عايزين نطلع برودكتس تو بي ماركتد وورلد وايد, ما ينفعش ان احنا نعتمد على الاديوكيشن اللي هو بتاع الجامعه في الاي تي, او طبعا ما ينفعش اكيد ان احنا نعتمد على خريجين مثلا مع كل احترامنا التخصصات الثانيه اللي هو يخش ياخد كورس او كده يشتغل في الاي تي. ده تخصص موجود ونيدد في السوق. هاويفر نتكلم على دايمنشن ثاني, احنا ليه ما عندناش طموح ان احنا نكونتريبيوت في الحته دي؟ هل عندنا مثلا ديسابيلتيز كمصريين, منتال ديسابيلتي تمنعنا ان احنا نكونتريبيوت؟ اكيد لا. طيب ايه المشكله؟ على فكره المنتال ديسابيلتي او مش ديسابيلتي يعني سام سورت اوف ريتارديشن في بعض الدول اللي فيها فقر وستريس وحاجات كتيره, فعلا في ناس ما بتقدرش او صعب ان انت تنفست في الاديوكيشن فيها غير تاخد وقت اكتر بكتير. فمصر ما فيهاش المشكله دي قوي, يعني عندنا فقر وكل حاجه, بس الناس عندنا بتتعلم وعندنا ناس بتطلع بره وبتعمل حاجات كويسه جدا وعندنا ناس عبقريات وعندنا كل حاجه. Why don't we contribute في الاي تي اندستري؟ ليه ما يبقاش عندنا نهضه في الاي تي, اي تي رينيسانس في مصر؟ مع ان الموضوع ده هو مش اختراع الذره ومش محتاجين نعمل مفاعل نووي. It's all about ان انت تنفست صح في الاديوكيشن وفي البروسيس بتاعت الاي تي. لو احنا اتعلمنا وابتدى يبقى دي بروسيس موجوده عندنا في مصر في الاديوكيشن وفي الاندستري, ان احنا نبقى بروفيشنال وناس عندهم منتال كابابيلتيز, بروجرامنج كابابيلتيز عاليه جدا, ده فروم تكنيكال اسبيكت. طبعا في اسبيكتس ثانيه مش اوت اوف سكوب من الكلام اللي نقول عليه النهارده, كان على التكنيكال اسبيكت وي كان, احنا ما عندناش مشكله في الحته دي خالص. واي دونت وي نخش في المجال ده ونبتدي نكريت اور اون برودكتس؟ مش هقول ان احنا نعزل على العالم بقى ويبقى عندنا حاجتنا ومش عارف الكلام اللي بيتقال في التلفزيون ده, لا انا بتكلم ان احنا نكونتريبيوت نفيد العالم, نحط البرودكتس بتاعتنا على الخريطه بتاعت الاي تي اندستري. احنا عندنا احسن واحد هنا بيبقى يوزر للاي تي, لا هو يوزر لبرودكت طالع من يوزر تاني لسام سورت اوف تكنولوجي. احنا كده وي نيد تو بي ذا كرييتورز اوف تكنولوجي. وي هاف ا بروبلم ان احنا نعمل القصه دي. عندنا مشاكل ثقافيه, عندنا مشاكل في التعليم. احنا عندنا مميزات عالية جدا كمصر تخلينا عندنا البروبابيلتي ان احنا نتميز في هذا المجال احسن من غيرنا بكتير. اولا موقع مصر, يعني نشتغل مع اي, انا شغال في شركه مالتي ناشونال, نشتغل مع ناس بره. الموقع الجغرافي بتاعنا التايم زون بتاعه مودريت في النص, فبنقدر ان احنا نشتغل مع الناس في الايست والويست, فدي ميزه مش موجوده مثلا في الهند. حاجه
حاجة تانية، مش هقول بقى الطفل المصري عايز كطفل في العالم والكلام فاضي ده يعني، انما هقول ان احنا عندنا فعلا كوادر كويسة جدا محتاجة انفستمنت. فاحنا نقدر وعندنا الكابابيلتيز، بس محتاجين انفستمنت بالطريقة الصح. مش ان احنا كل ما نقول عايزين نعمل اي تي رينيسانس، يلا افتح معاهد، اعمل كورسات، علم الناس اكسس وورد واكسل، مش هو ده الاي تي رينيسانس، ومش هادي الاندستري. فانا في الاخر بنقول ان احنا محتاجين باي براكتس اللي احنا عرفناه النهارده، والكلام ده بقى سيستماتيك بره في امريكا ويو كي ورشا والحاجات دي كلها، ان احنا الاي تي ايديوكيشن فروم تشايلد هود في بعض دول من 3 سنين، وفي دول تبدا من 6. احنا عندنا طبعا قريب. فانا ادعي ان احنا لو قدرنا نبني الايديوكيشن بروسيس دي، وقدرنا نبني البرودكتيف انفايرمنت في الشركات دي، هنقدر ان احنا نعمل بريك ثرو في الاي تي اندستري، ونوصل للاي تي رينيسانس، ونقدر نكونتريبيوت في خريطه الاي تي في العالم باي برودكتس اند تكنولوجي جنوين معموله في مصر. شكرا جدا.